الصوت هو النصف والجزء المهم الذي يكمل الفيديو، يمكن أن يجذبك إلى عالم يجعلك تعيشه وكأنه حقيقة. ونحن كمنشئين للفيديو، الصوت مهم جدا، ونحن بحاجة إلى تعلم كيفية استخدام الصوت، وهذا من أجل رفع المتعة لدى الجماهير. استخدام المؤثرات الصوتية هو شيء كنت أقوم به في مقاطع الفيديو المتعددة لزيادة متوسط مدة المشاهدة. أفعل ذلك من أجل رفع المتعة لدى المشاهد، ليس فقط بصريا بل سمعا أيضا. السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم في كل مكان. مثلما رأيتم المقدمة، الصوت هو أساس كل العمل الذي تشاركه على اليوتيوب، ونحن الآن سوف نتعرف على أفضل مصدر للحصول على مؤثرات صوتية مجانا بدون حقوق طبع. ستكون على شكل 10 مواقع تقدم هذه الخدمة مجانا، وأيضا سوف نتعرف على كيف تقوم بإضافة مؤثرات صوتية إلى الفيديو الخاص بك من خلال الهاتف وباستعمال تطبيق كين ماستر كما تعودنا في كل فيديو نتحدث فيه عن المونتاج. قبل أن نبدأ، لا تنسى دعمنا بزر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم في نهاية الفيديو. لنبدأ بأفضل مصادر للحصول على مؤثرات صوتية مجانية، وهي 10 مواقع أستخدمها دائما للحصول على مؤثرات صوتية. أي مؤثر صوتي أريده، صوت الأمطار، الرعد، البحر، الشارع، أي صوت تتخيله في رأسك، وسوف أذكر لكم هذه المواقع: Sound Babel, Free Sound, Game Sounds, Zubsplat, Free SFX, Audio Micro, Sound Effect Plus, GR Sites, Partner in Rhyme, Sound Gator. وبالتأكيد هذه المواقع تتميز عن بعضها البعض في القليل من التفاصيل، ولكن الهدف يبقى واحد، وهو أن تقدم لك مؤثرات صوتية مجانية. للمزيد من المعلومات حول هذه المواقع يمكنكم الدخول في الرابط الذي سوف تجدونه في الوصف، سوف تجدون روابط كل المواقع. فبعدما أن تقوم بتحميل المؤثرات الصوتية التي تريدها، فحان الوقت لكي أعلمك كيف تقوم باستخدامها وكيف تقوم بإضافتها إلى الفيديو الخاص بك لكي يصبح احترافيا، وهذا باستخدام الهاتف تطبيق كين ماستر كما تعودنا. التطبيق الذي نستعمله في تعديل الفيديوهات بالهاتف هو تطبيق كين ماستر، وهو الأفضل في فعل ذلك. مهلا لحظة، أنت لا تعرف كيف تستخدم هذا التطبيق، هل هذا صحيح؟ لا تقلق بشأن ذلك يا عزيزي، فعلى قناة على ويف بلاي نجد لك كل الحلول. كل ما عليك فعله الدخول إلى القناة، وبالأعلى في قوائم التشغيل بلاي ليست تضغط هنا، وسوف تجد قائمة تشغيل خاصة بتعليم المونتاج من الصفر إلى الاحتراف. تكون الفيديوهات بالترتيب بهذا الشكل من المستوى المبتدئ إلى أن تصبح محترفا، وأيضا هناك قائمة تشغيل أخرى خاصة بتعليم أفكار المونتاج، تجد فيها كل أفكار المونتاج باستخدام الهاتف. فكما ترون هذه هي المقدمة التي قمت بعرضها في بداية الفيديو، وهي التي سوف نستعملها في شرح كيفية وضع مؤثرات صوتية وموسيقى background والتعليق الصوتي بشكل متقن. فكما ترون الفيديو يحتوي على مؤثرات صوتية وموسيقى قمت باختيارها، وتعليق صوتي قمت بتسجيله بنفسي. فلكي تدمج التعليق الصوتي والمؤثرات الصوتية والموسيقى مع بعضهم البعض بشكل متقن وبدون حدوث أي مشاكل، سوف أقدم لك مجموعة من الخطوات التي يجب أن تعتمد عليها في عملك. أول شيء نقوم بفعله هو أننا نشاهد الفيديو الذي قمنا بإعداده، وما هي الرسالة التي يقوم بتوصيلها، وما هي الأشياء والأجسام وردود فعلها التي تكون بالفيديو الخاص بنا، وهذا من أجل أن نعرف ما هي المؤثرات الصوتية التي يجب أن نقوم بتحميلها لكي تكون منسجمة مع الفيديو. وأيضا الموسيقى، يجب أن تختار موسيقى تتناسب مع المشهد، فلا يجب أن تقوم بوضع
موسيقى حزينة مع مشهد حماسي. فأول شيء قمت به هو أنني قمت بتسجيل تعليق صوتي قبل كل شيء، لأنه هو الأساس وهو الأول الذي سوف يظهر في الفيديو، وهو الصوت الذي سيكون أعلى من الأصوات الأخرى، وهو سيساعدك كدليل لموازنة الأصوات ومقارنتها فيما بينها. وأيضا قمت برفع صوت التعليق الصوتي قليلا لأنه كان يبدو وكأنه ضعيف وليس قوي، فقمت برفعه قليلا بهذا الشكل. وبعدما أن انتهيت من تسجيل التعليق الصوتي بدأت بوضع المؤثرات الصوتية، فكما ترون هنا تشغيل ومغلق، قمت بوضع مؤثر صوتي ليحاكي هذا التغير، وهكذا يكون الفيديو أكثر واقعية. وقمت بإعداد مستوى الصوت الخاص بهذا التأثير، قمت بخفضه لكي لا يؤثر على الفيديو سلبا. وأيضا الشخص يجب أن يكون منطقي، فالأصوات البعيدة تكون منخفضة والأصوات القريبة تكون مرتفعة. فكما تلاحظون الفيديو يقوم بعرض شلال ومياه، فهذا يعني أنه يجب أن نقوم باستعمال مؤثرات صوتية خاصة بالمياه أو صوت خاص بالشلال. قمت بتحميل صوت خاص بالمياه وهذه الأشياء وقمت بإضافتها على كل جزء هو بحاجة إلى ذلك. وفي هذا المكان بالضبط قمت بإضافة صوت الرياح وصوت العصافير لكي يكون الفيديو واقعي أكثر. فكل ما في الأمر هو أنه يجب أن تكون شخص منطقي. هذا صوت الرياح Natural Air Sound Effect، وهذا صوت الطيور، وهذا صوت طيور آخر، ولكي يكون هناك فرق بين الفيديوهين. وقمت بتحميل صوت خاص بالغابة، غابة الأمازون كما تعرفون. وأيضا هنا قمت بوضع صوت رياح، وأيضا قمت بوضع صوت وكأنه يمسك بهذا الشيء، كما تلاحظون هنا بالأعلى صوت وكأنه يسحب ذلك الشيء. قمت بموازنته ووضعه في الوقت المناسب، وأيضا قمت بوضع هذا التأثير وهو عبارة أنه يمسك ذلك الشيء سوف يصدر ذلك الصوت ستانغ. وهنا قمت بإضافة تأثير خاص بالانتقالة، وهنا قمت بإضافة صوت المدينة أو مدينة، وهنا أيضا قمت بإضافة تأثير خاص بصوت الشارع والسيارات، وهنا قمت بوضع صوت نيران لأنها تلعب بالنيران، قمت بوضع ذلك الصوت. وهنا كما ترون قمت بوضع صوت الرعد والبرق وصوت المياه بهذا الشكل إلى حين أن أكملت الفيديو بالكامل. فبعدما أن تقوم بوضع كل المؤثرات الصوتية على الفيديو الخاص بك، حان الوقت لكي تقوم بموازنة الصوت مع التعليق الصوتي. فكما ترون هنا قمت بخفض ذلك الصوت الخاص بسحب ذلك الجسم، وقمت بتغيير هذه الإعدادات، والهدف منها هو أنك تجعل الصوت يأتي من اليمين أو الشمال، فكما ترون left و right. وأيضا هنا بنفس الطريقة قمت بخفض الصوت 19%، وكل المؤثرات الصوتية قمت بتطبيق عليها هذا التأثير وغيرت left و right. فعندما يكون صوت ذلك الجسم يأتي من الأمام، فالمؤثرات الصوتية يجب أن نجعل مصدرها يأتي من الأمام ونتحكم من هذا المكان left و right. وإذا كان مصدر الصوت من اليسار نجعلها تقريبا left بهذا الشكل، و بهذه الطريقة إلى حين أن نكمل كل المؤثرات الصوتية. وأنا بعدما أن انتهيت من وضع كل المؤثرات الصوتية في المكان المناسب وقمت بإعدادها وموازنتها، قمت باختيار موسيقى كخلفية Music Background، وقمت بوضعها على الفيديو الخاص بي وقمت بخفض صوتها. يجب أن تختار موسيقى تتناسب مع الفيديو الخاص بك ومع الرسالة التي تريد توصيلها. فإذا كان فيديو حماسي يجب أن تقوم بوضع موسيقى حماسية، وإذا كان فيديو حزين يجب أن تضع موسيقى حزينة، وإذا كان يعني
فيديو هام أو رسمي، يجب أن تقوم بوضع موسيقى رسمية. كما ترون قمت بخفض الصوت إلى 31%، وهذا لا يعني أي موسيقى يجب أن تقوم بخفض صوتها إلى 31%، فيمكنك خفضها حسب مستوى الصوت، أو هناك أصوات تكون مرتفعة في الأصل وهناك أصوات تكون منخفضة. لقد نسينا أهم شيء يا أصدقاء، وهو كيف تقوم بإضافة مؤثرات صوتية إلى الفيديو الخاص بك. كل ما عليك فعله تضغط هنا بهذا الشكل وتتجه إلى فولدرز بهذا الشكل، وهنا ستجد كل الأصوات التي قمت بتحميلها وكل الموسيقى الموجودة على جهازك. يمكنك استعمالها، فقط أنك تقوم بالضغط على رمز زائد وسيتم إضافة التأثير الصوتي بالأسفل. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا لكم على إنهاء هذا الفيديو والوصول إلى النهاية. لا تنسى مشاركتنا بتعليق، نريد تعليق مميز لكي نقوم بعرضه في الحلقة القادمة. ومن لم يضغط على زر لايك فليضغط على زر لايك، افعل هذا ودمتم في رعاية الله. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. 'Cause homies, the homies, yeah, they giving it up. One, both, five, yo, five.